اهلا بيكم الحلقة الجديدة بتاعت الليلة يا سمرة. هنكمل على الحلقة اللي عملناها قبل كده. الحلقة اللي عملناها قبل كده للناس اللي عايزة تفتكر معانا، احنا عزفنا الكوردات بتاعت الاغنية بتاعت الليلة يا سمرة. المرة دي احنا هنعمل السولو او الريف، بيسموه الريف او السولو او باللغة العصرية بتاعتنا بتاعت اللغة العربية في الموسيقى، يعني اللازمة اللازمة بتاعت الأغنية اللي هي حتة الموسيقى اللي بتمهد لشيء، سواء الدخول للمذاهب الأساسية أو للمردات الأساسية بتاعت الأغنية أو للكورس مثلا أو الكوبليهات بتاعتها. فإحنا النهاردة هنعزف السولو بتاع ليلى سمرة. الأغنية الأساسية أساسا السولو ما كانش معزوف جيتار على فكرة، السولو بتاعها كان معزوف بالكيبورد على ما أذكر، وكان بيعزفه الفنان فتحي سلامة. فاللي عايز يشوف الغنوة على اليوتيوب هيلاقي النسخة القديمة اللي كانت متصورة في التلفزيون. طبعا كلهم بيمثلوا انهم بيعزفوا، لكن الأغنية ظريفة. محمد منير كان صغير، كان العازفين على ما أذكر كان يحيى خليل على الدرامز، كان فتحي سلامة على الكيبورد، والرائع عزيز الناصر اللي انا ما اعرفش اراضيه فين دلوقتي. اللي يعرف حاجة عن عزيز الناصر يا ريت يبعت لي. عزيز الناصر ده من افضل واحسن وارق الناس اللي عزفت جيتار في عالمنا العربي كله، ويمكن في نظري انا من الناس في العالم كلها. فعزيز الناصر ده كان جيتارست شاطر في كل انواع الجيتار، مش مساله ان هو التكنيكات بتاعته بس حلوه، طبعا تكنيكه رائع يعني، ولكن عزيز الناصر عنده جمل موسيقيه توازي قوه الالحان بتاعت الملحنين الاقوياء. يعني عزيز كان عنده جمل واجزاء بتخش جوه الاغنيه نفسها محدش ياخد باله منها، انت بس بتحس بالمجمل كله حلو، وعمره ما كان استعراضي. يعني مش هتلاقي عزيز هو اللي قاعد متصدر الموضوع في اي غنوه كان بيعزف فيها او حاجه، وتلاقي الدنيا كلها وراه وهو سايق الموضوع كله واختفت كل المواضيع، لا خالص. عزيز كان بيخلي الموضوع هو المتصدر، وبيحط التاتشات بتاعته ديت او اللمسات البسيطه بتاعته دي اللي بتضفي روعه على الالحان وغنى على الالحان. عزيز ما كملش في الموسيقى عندنا في وطننا العربي فترة لأنه هاجر، ما عرفش عنه أي حاجة من بعد الفترة بتاعت الثمانينات اللي في الأول اللي ظهر فيها عزيز بقوة شديدة جدا، وكان في فرقة يحيى خليل. وبعد كده ما سمعتش عن عزيز أي حاجة خالص، وللأسف ده هذا للأسف خسرنا جيتارست من أجمل الناس اللي لمست الجيتار في الوطن العربي. جانب تاني من جوانب عزيز الناصر، ان سمعت القصة دي شخصيا يعني من احد اصدقائي اللي كان بيعزف درامز. الراجل ده كان جاره، يعني كان جار عزيز، وعزيز لما كان بيدي دروس للناس يعني حد يطلب منه انه يعلمه حاجة، ما كانش عزيز بيتصرف كأنه مدرس، كان بيتصرف ان هو صديق للراجل دوت، وتعالى نعزف مع بعض حاجة ونعمل حاجة احنا الاتنين ونشوف نقدر نعملها، انا اتعلم منك وانت اتعلم مني. يعني تواضع عزيز من كونه الموسيقي الشاطر دوت كان متواضع جدا. والقصة دي يعني صديق رواها لي حصلت له، يعني كان بيشاف بعينه يعني اللي عزيز بيعمله مع الناس. فشخص رائع زي دوت يعني علمني انا كتير، رغم ان انا ما التقيتوش، يعني انا ما قابلتش عزيز في اي مناسبه او ما صادفتش ان انا كنت بعزف جيتار في الوقت اللي هو كان بيعزف فيه، فانا ما قابلتش عزيز شخصيا. طيب نرجع تاني بقى لاغنيه الليله يا سمره الجميله دي. زي ما قلنا السولو كان بتاعها كيبورد، كان بيعزفه فتحي سلامه، بس احنا هنعزفه جيتار، ايه المشكله يعني؟ الناس كتير اللي كانت بتسالني عن السلالم، انا بتعلم الباترنز عشان اعزف السلالم ليه؟ الباترن زيت لما انا بتمرن عليها ايدي بتاخد على السلم في فورمه معينه، وده اللي هيحصل معايا دلوقتي ان انا هعزف. ان انا هعزف سلم الدو مينير اللي هو السلم الرئيسي بتاع الاغنيه ديت، هو مقام الكورد، كورد السول، بس هو السلم الدو مينير في الموسيقى الغربيه. مش كنتش هعرف اعزف سلم الدومينير دوت من غير ما ايدي تاخد على الباترنز بتاعه السلالم. فانا اخترت الباترن ديت اللي هو عندي موجوده من الوضع من نقطه السول اللي هي من الخانه الثالثه. انا عندي هنا مي بيمول والري دو
سي بيمول لا بيمول سول فا مي بيمول ري دو. السلم الميجر اللي ليه علاقه بالسلم الدو ماينر هو سلم المي بيمول او الاي فلات ميجر. السلم الرئيسي بتاعنا الاي فلات ميجر، ولكن السلم الماينر بتاعه الريلاتيف ماينر بتاعه او الماينر اللي طالع منه اللي هو الخانه السادسه من الدرجه السادسه من السلم، سلم الدو مينير عندنا. اللي هيذاكر دايره الرابعات لان هي اللي فيها بيمولات هيبقى عندي السي والمي واللا بيمول، البي والاي والاي هيبقوا بيمول. هبدا من اول الري، من نقطه الري في السلم دوت. يعني هو بدا السولو بتاعه من تاني نغمه في السلم الماينر، يعني هو سلم ماينر دومينير واحنا ري هي اول نوت عندنا. ري مينير دو سي بيمول يبقى واحد ثلاثة واحد، نفس التيمة نفس المقطع. بالصباع الرابع هعزف على اللا بيمول. شايفين الترتيب سيكونس، يعني او ترتيبة هي نفس الترتيبة. وبعد كده هتبقى السول سول لا بيمول سول فا سول. وبعدين بطلع من الدو ثلاثة أربعة وارجع تاني على الري عالية ري دو سي بيمول، وبنزل بركز على السول لان المهم بتاعنا كورد السول فركزت على السول. فانا دلوقتي الباترن اللي انا هشتغل عليها هتبقى مش هتحرك بره التلات النوت اللي احنا هنعملها دي. واحد على الخانة التالتة في الوتر التاني، تلاتة على الخانة الخامسة في الوتر التالت، واحد هتبقى الصباع الاولاني هيبقى على الخانه الثالثه في الوتر الثالث، الوتر الرابع بالصباع الرابع على الخانه السادسه، الصباع الثالث على الخانه الخامسه، الصباع الاول على الخانه الثالثه، وبعدين الوتر الخامس، الصباع الرابع على الخانه السادسه، الصباع الثالث على الخانه الخامسه، الصباع الاول على الخانه الثالثه. طبعا الريشه بالايد اليمين او هتبقى بصوابعك زي ما انت عايز تبدل اب وداون. حاول تخلي ايدك مش ميكانيكيه قوي، حاول تخلي فيها احساس شويه وانت بتعزف. هنزله قريب ان شاء الله التابلت بتاع المقطوعه ديت. المطلوب منك انك انت هتتمرن ببطء شديد جدا مع مترونوم على العد بتاع النوتة نفسها لغاية ما تعمل السولو دوت. بعد كده شوية شوية ما تستعجلش في انك تسرعه، وانت هتلاقي نفسك لما بتهضمه كويس العضلات بتبقى بتتحرك عليه بسهولة. هتبدأ تشوف الكوردات، تحاول تسجل الكوردات بتاعة السولو دوت على اي جهاز تليفون او على كمبيوتر لو عندك كمبيوتر، وبتبدأ تعزف معاه السولو بتاعك دوت. طب انا عايزك تعزف مع الكوردات ليه مضبوطة ليه والسولو ليه؟ لان السولوهات بالذات الناس لما بتغلط
وانت بتعزف في الهوا مع نفسك كده، هتروح موقف وعايد تاني مفيش مشاكل وبتاع. تيجي انت بعد كده تاخد على الاسلوب دوت، تيجي تعزف فعلا مع فرقة او تعزف مع مجموعة، وتلاقي نفسك بتعمل المشكلة ديت ومش واخد على انك هتلاقي نفسك متبرجل فعلا فترة طويلة يعني. فانا عايزك من دلوقتي مفيش حاجة اسمها بتعزف لوحدك، دايما بتعزف مع حاجة، مع مترونوم، مع كوردات ماشي، عشان مفيش حاجة اسمها غلطة. الغلطة بتعملها ما بتقفش عندها، بتكمل بعدها، المرة الجاية ما تعديها مش هتعملها، واخد بالك؟ مش تقف تصلح وترجع تاني تكمل، لا، انا عايزك تمشي تعمل الغلطه ما تطنشها وتكمل عادي بقيه الجزء لغايه ما تظبط كل حاجه مع بعضها يعني. حاول تعود نفسك على الاسلوب دوت من دلوقتي. اتمنى ان انا اكون وضحت شويه السلم بتاع الغنوه ديت، ووضحت السولو بتاعها دوت، واتمنى انكم تستمتعوا بيها، واشوفكم الحلقات الجايه.